إذا بدنا نحدد هلا المثال هذا المثال على سينكرونس موتور. السينكرونس موتور هذا إله الفولتج تبعه في فاي يساوي 208 فولت. هلا هون هيك سؤالك يا مستر المثال هلا مش نحاول نستعمله حتى نطلع هذا المحرك 45 في فرجين الريتنج ومنه بعدين ممكن اطلع له الباور فاكتور تبعه هي اف 0.8 في دلتا كونكتد. بهم لي دلتا كونكتد ليش؟ ليش بدي اعرف انه دلتا او ستار كونكتد؟ عشان اعرف الفي فاي عشان اعرف في فاي لسه اطلعها في فاي هل تساوي السبلاي ولا لا؟ حتى هو هون بالسؤال مش حاطط هذا هون في فاي حتى نكون احنا واضحين لو حاطط اي 208 تمام. اذا هذا رح يكون الريجن السبلاي لانه بقول هذا دلتا كونكتد معناها 208 رح تبين على الكويل بس الكرنت هون يكون نفسه بدي احوله في الجدول الثلاثة 60 هرتز الفريكونسي خلينا نشيل الجيب بعد اللي فكرنا انه نعمل 60 هرتز الرياكتنس تبعه اكس اس بيساوي 2.5 اوم احملنا طبعا عشان ريزيستنس فرح نعتبرها 0 اوم وبعدين عندي فريكشن الباور فريكشن اند ويندج بتساوي 1.5 كيلو وات ورح نعتبر انه هذه كونستنت ما بتعتمد على اللود والكور لوسز تي كور لوسز بتساوي 1 كيلو وات في البداية اللود الباور اللي بعطيه اللود 15 هورس باور هذا اللود الخارجي اللي عمال هو بيعمل درايفنج للود خارجي 15 كيلو وات والباور فاكتور في هاي اللحظة كان بي اف ليدنج اذا هاي الحالة اللي بدينا فيها هاي الحالة اللي بدينا فيها اللي هي هذه السؤال جزء A اذا جزء A بدنا نرسم الفيزر دايجرام لهذا المحرك بهاي الحالة بدنا نطلع R A سو ليش R A 0 هيك احنا افترضناها انها صغيرة جدا R A بالنسبة لـ X S يعني لو قيمتها فعليا ممكن تلاقيها مثلا 0.1 بالنسبة لـ 2.5 احملناها بدنا نطلع I A و I L وبدنا نطلع E L بالحالة ناخذ هذا الجزء بعدين نروح على B و C إذا خلينا نطلع شو عندنا عندي هون هذا بقدر اطلع منه في 5 خلينا نشوف ليش هذا هو في 5 المحرك هون دلتا كونكتد السبلاي معطيني 208 فولت واضح انه لما يكون 3 فيز 208 فولت شو رح تكون؟ هي اللاين فولتج مش هيك؟ اللاين فولتج شو رح اشبك هون؟ رح اشبك هذا هون وهذا هون وهذا هون اذا قديش في 5 بتساوي؟ السبلاي 208 فولت في 5 نفس هيك؟ نفس 208 فولت طيب اي لاين مش معروف عندي لسه هون اي لاين بس في فيز بيساوي 208 اذا بقدر الان احط هون في 5 بيساوي 208 وراح افترض راح اعطي في 5 الزاويه 0 فراح افترض انه في 5 بيساوي 208 فولت على زاويه 0 فولت هذا اول شيء ناخذه من عندي اكس اس معروفه وعندي فريكشنال مونتج اول شيء راح اعمله راح احسب الباور التوتال هلا هذا المحرك ايش حاله بيعمل هو بلف بده يتغلب على قديش بده يتغلب على 1.5 كيلو وات فريكشنال مونتج حتى يلف والكور لوسز اللي هي الهستريسيس والادي عماله بتغير 1 كيلو وات وشو بزودني كمان بزودني اعماله ب 15 هورس باور هذا يوسف الباور عم تروح تعمل ميكانيكال لود اذا مش الباور كلها هاي بده يولدها اذا قديش الباور توتال 15 اذا عملت وصلت 15 بس ال 15 شو وحدتها؟ بدي احولها بدي احولها ل 0.746 عشان تتحول من هورس باور لكيلو وات زائد 1.5 زائد 1 تطلع معك قديش؟ 11.7 ها؟ قديش بتطلع التوتال باور؟ 11.7 قد ايه؟ 13.69 اذا هاي التوتال باور اللي هو بعطيني اياه الكتاب طلع 11 نعم 11 هاي طلعت معك 11 هو يمكن السؤال اللي هناك مستعمل ارقام مختلفه خلص اشتغلوا على الارقام اللي بتحطها انت مضيف لها 1.51 بدك تضيفها ل 1.51 بعطيك 13.69 هاي التوتال كيلو وات باور اللي موجوده هون هلا انا في عندي التوتال باور اللي بسحبها من هون راح تكون
جذر الثلاثة I L V L cosine phi. cosine phi معطيني إياه هو هيك ماخذ هون قديش كان 0.8 فصار عندي هلا هون جذر الثلاثة I line اللي أنا بتحسبها V line معروفة عندي هون 208 هون عندي هذه 0.8 leading power factor وعندي total power 13690 مضبوط فبصير عندي هلا هون I line قديش بتطلع 47.5 أمبير بس اي لاين ما بتنفعني ليش؟ مش لان هاي اللاين انا ايش بدي؟ اي فيز هذه لا تساوي اي فيز اي اي اللي هي نفسها الاي فيز اللي هي بتمر في الكويل اذا بدي احول هذه لايش؟ اضربها بثلاثة بدنا نضربها ولا نقسمها على ثلاثة لان انا عندي هاي اللود هيك اذا بفكر فيها هاي عندي المحرك اللي هو دلتا كونكتد اي لاين جاي من هون انا بدي اي ايه اذا اي اي تساوي 47.5 على جذر الثلاثه اللي بتطلع 27.4 24 امبيرز اذا صار عندي ال اي اي وصار عندي في 5 وعندي اكس اس اذا المفروض الان ايش اقدر احسب؟ بقدر احسب الان اي اي المطلوب كان بالسؤال اني احسب اي اي واي ال واي اي حتى احسب اي اي ايش لازم اعمل؟ اي اي كيف بدي احسبها؟ شو القانون كان؟ في 5 في 5 ماينس اي اي اكس اس هون رح استعمله كله فيزرز الان رح نشتغل بالفيزرز اكس اس عندي والكرنت عندي هلا الكرنت عندي هون الزاويه تبعته 0.8 باور فاكتور اذا بقدر اطلع الزاويه الباور فاكتور شو بيساوي؟ 0.8 باور فاكتور بيساوي كوساين ثيتا مش هيك؟ إذا ثيتا بتساوي arc cosine 0.8 بتساوي 37 درجة إذا I A بيساوي 27.4 للعشرة زائد 37 ولا ناقص 37 ليه؟ ليه؟ إذا شو لازم تكون هاي؟ زائد مش هيك مضبوط ولا كان؟ لا إذا هي عندي جاهز I A X S عندي وشو بدي انا على الاكس اس لازم اضيف لها اضربها فيه جي مش هيك وفي ماينس عشان المعادله عندي هون هلا صارت اي اي تساوي في 5 ماينس اي اي اكس اس وما ننسى الجي عشان ما تروحش على 90 درجه اللي بتجينا من الجي اذا هلا هذا بيساوي الفي 5 بيساوي 208 على زاويه 0 ناقص جي اي اي ايش كانت عندي؟ 37 وعندي القيمة تبعتها كانت 27.4 بالعشرة لكن هاي شو بنضاف لها؟ 2.5 وجي شو بتعطيني؟ 90 مضبوط؟ أنا هون بظن مش رح كيف بدي أرجع أكمل هون عشان أبين بالكاميرا بدنا نلف الكاميرا شوي في مكان أو بنلفها مش مشكلة خلص بنلفها حتى تشوف ناخذ القيم اللي هناك إذا هلا إذا بنحسبها هون رح تصير عندي بي إيه بتساوي 208 على زيرو عندي هون هلا ناقص رح تصير عندي 37 ممكن أعمل هاي ممكن أعمل ماينس 90 وأعمل هاي بلس بضبط معي خليني أشوف هلا 27 في 2.5 شو بتطلع؟ 160.1 والزاوية هاي شو بتصير إذا طرحتهم؟ 0.5 هون والزاوية شو بتصير؟ قديش؟ جامعينها أنا أظن بعدين ظبطت مش هيك؟ قريت أنا ظبطت أول دقيقة هون شو بتصير عندي؟ 127 ناقص 12 طيب خلينا نحط هلا 127 اظن هي انا بطرحها من هون ناقص 90 وزائد 53 اذا بتطلع بتصير قديش؟ 53 اذا طرحت ولا 52 و6 بالعشرة 50 52 و6 بالعشرة وبتصير هاي بلس مش هيك؟ خليني اشوف هون هلا بصير عندي 208 0 هلا هاي بدي احللها مش هيك؟ 68
68 بدي اضربها مره في الكوست سايد ومره في الساين بس المضبوطين هنا مش هيك شو بتطلع بتطلع على الزاويه الاصليه ها اوكي خلينا نشوف هلا هي بتطلع معي ما بتطلع على هدول مضبوطين 41 طيب خلينا استعمل ارقام بعدين هلا بشوف اذا كانها مضبوطه عندي 41 بتطلع 255 والزاويه ماينس 12 مضبوط عندي 41 و6 ناقص ج 54.75 طبعا هذه كلها من هون فولتس هلا بصير عندي 208 ايش بجمعها؟ بجمعها مباشره مش هيك؟ فبتصير 240 49.26 ناقص ج 45.75 من هون وهذه كمان كلها فولتس فبيطلع معي 255.2 و12.4 لو بدنا نرسمها هاي كفيزر دايجرام شو عندي؟ عندي لاحظوا هاي الزاويه بين مين ومين صارت؟ وين كانت اول شيء ثيتا؟ ثيتا كانت بين مين ومين؟ بين اي ال في 5 قديش كانت قيمة ثيتا؟ فوق كانت 37 بلس هاي الزاويه بين مين ومين؟ في 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 5 ومين؟ فلو جينا رسمنا الان الفيزر دايجرام عندي هذا في 5 اللي هو كان 108 على زاويه 0 فولتس وهذا بيطلع معي 255 اللي هو تقريبا راح يكون اكثر بربع هيك والزاويه تقريبا 12 يعني تقريبا رسم تقريبي تقريبا هون بس راح تكون هذه هي هاي هون 12.4 اللي هي دلتا وعندي اي اي كانت زاويته قديش 37 تقريبا هيك هون وهذا هون اي اي وهذا رح يصير اي اي في اكس اس اللي كانت تقريبا 68.5 هذا هو الفيزر دايجرام الحالي بالوضع الحالي على 15 هوست باور ماشي واضحه هاي هذا ليدنج هاي الزاويه دلتا ما بين اي او في 5 وحسبنا الزاويه واضح كيف وصلنا لهون من هون لهون كل واضح شو كيف حللنا هدول هاي قديش بتساوي 41 كوساين كوساين وبعدين هون عندي ساين كوساين الزاوية النيجاتيف بضل نفس الزاوية